طيب اذا هلا نفس الشيء رح نعمل، رح اخذ انا هون 3 سكندز، فالديوريشن رح تكون 3 سكندز، هي كابيتال تي. هون انا سميتها هذه دلتا تي، هاي بدك تنتبه عليها وتشوفوها هلا كمان شوي، اللي هي تشين رول. متذكرين التشين رول حكينا عنها قبل شوي؟ مشكلتي انا هون رح اخذ التايم كونستنت 0.1 اوف ا سكند. لما تاخذ 0.1 اوف ا سكند بدك تنتبه، اذا ما انتبهت لازم تستعمل التشين رول، ولا بيطلع معك اشياء مضروبه في 10 ومضروبه في 100. لازم نرد نقسم على 10 و100، 10 اللي هي ايش؟ او عشر اللي هو دي دلتا تي على تي، دلتا تي عشر تي، فراح يطلع دي دي دلتا تي على تي راح تطلع 1 على 10. هي عرفت التايم سيجمنت، خلينا ادخل هذول في الـ في الكوماند ويندو حتى تشوفوا. هي هون بس اللي عملته عرفت هذول، عرفت التايم سيجمنت او التايم سلايس، فصار عندي هاي تي 3 وزن بيطلع معي تي كمان، وهي تي عرفناها، هاي تي اللي هي بس 0.1 اوف سكند. فبدي هون الحركه تكون، او بدي كل 0.1 اوف سكند راح اعمل ابديت. بعدين راح ناخذ الان راح اعرف هاي هي الانيشال الباوندري كونديشنز اللي بدنا نسميها. اخذتوا كلمه باوندري كونديشنز؟ هاي باوندري كونديشنز صارت عندي هاي باي على 2، فبدي الانيشال ثيتا تكون باي على 2، الفاينل ثيتا تكون باي، الانيشال فيلوسيتي والفاينل فيلوسيتي زيروز، والانيشال اكسلريشن فاينل. بامكانك تعرف ارقام ثانيه. هلا احتمال هذا يكون سيجمنت من جزء، لما نعمل مالتي سيجمنت اذا عملت مالتي سيجمنت راح يصير عندي هون الانيشال فيلوسيتي هون هي نفس الفاينل فيلوسيتي من هون. طيب ناخذ الجزء اللي بعده، اذا الجزء اللي بعده انا دخلتها هاي كلها مانيولي، هي نفس اللي شفناها قبل شوي، كتبتها بالايد ودخلتها مانيولي، فاللي هي سميتها انا الاي ماتريكس. فهي اعطتني 6 باي 6. بعدين هلا رح ناخذ الانفرس تبعها. عفوا رح اخذ الانفرس واضرب مباشره عشان يطلع معي A وB وC وD وE وF. هي طلعوا الارقام هدول، هلا هدول صاروا معاملات البولينوميال. هاي يعني صارت A T to the 5 زائد B T to the 4 الى اخر لحد ما اوصل بالاخر الكونستنت. لاحظوا الكونستنت واضح انه صحيح. ليش؟ باخذ تي انيشال 0 راح يعطيني باي على 2، واذا عوضت طبعا من هذا راح تعطيك الفاينل فاليو. هلا هون راح اعرف الانجولر ديسبيسمنت، انجولر فيلوسيتي، انجولر اكسلريشن. بس بدكم تطلعوا هون انا حطيت الدلتا التشين رول، طبقت التشين رول هون، لانه اذا بتطلع هون اخذت دلتا تي ضربت هون في دي تي، هاي اللي هي بتطلع دي تي على تي 0.1. اذا ما عملت هيك مش راح يطلع معك جواب غلط. فانا عرفت هلا هون انجلر ديسبيسمنت، حطيت البولينوميال، انجلر فيلوسيتي اشتقيته، انجلر اكسلريشن رديت اشتقيته مره ثانيه، فصار عندي هلا انجلر ديسبيسمنت هاي الانجلر ديسبيسمنت هاي الزاويه راح تتغير، هي الفاينل فاليو تبعها باي والانيشال فاليو تبعها باي على 2. ونفس الشيء بالنسبه للانجولر فيلوسيتي، هي السرعه الاخيره زيرو والسرعه الانيشال زيرو. ونفس الشيء بالنسبه للانجولر اكسلريشن. هلا نعملهم بلوت، راح اعملهم بلوت وجريد واحط ليجند. اندو، ايش الاندو؟ كنترول. اوكي نطلع على هذا. هلا هو كان الاحسن اني ما اعمل بلوتنج هيك، لانه السكيل هذا مش مناسب لهدول الاثنين، فالاعمل احسن اني استعمل ايش اسمه الاستراكشن. في استراكشن مناسب ممكن اعمل سب بلوت. متذكرين السب بلوت؟ تعمل بلوت بعدين تحت بلوت بعدين تحت بلوت. بس على اي حال هي هذا هون، هي واضح عندي هي الديسبيسمنت، فتحركت انا من باي على 2 لباي، وبعدين هي الفيلوستي الانيشال فيلوستي 0 والفاينل فيلوستي 0، الانيشال اكسلريشن 0 والفاينل اكسلريشن 0. وبامكاني الان هذا اقارنه بانستراكشن اظن موجود في الروبوتكس تول بوكس، في انستراكشن بعطيني
كل اللي عملناه هذا بيختصره instruction. هذا مش ال J trajectory، هذا ل dimension واحد، ل axis واحد، ل theta واحدة، اللي هو اسمه T poly. T poly بعطيه initial value، خليني أكتبه هون. instruction T poly بعطيه Q initial أو theta initial، بعطيه theta final، بعطيه length of T. شو بعطيني؟ بعطيني quintic polynomial. كوينتيك بولينوميال بتحرك من ثيتا اي لثيتا اف باللينث تي. هلا بدي اقارن بين الاثنين اتاكد انه مظبوط. هلا اوبشنالي بامكاني اطلع اس اللي هي ثيتا ثيتا دوت وثيتا دبل دوت. هلا راح اعمل هون راح اعملهم بلوتينج الاثنين حتى نتاكد انهم مظبوطين. فراح اعمل الان رن لكل البرنامج. هاي اللي عملته بايدي مالي واللي هو فيجر 2 اللي عملناه باستعمال التي بولي هو فيجر 1. هاي نفس الشيء بالضبط، طلع معنا نفس الشيء بالضبط. لو ما استعملت الدلتا تي راح يطلع معك غلط. اذا هذا نفس الانستركشن اللي استعملناه بفيجر 1، استعملنا التي بولي انستركشن. اذا شو الفرق بين التي بولي والجي تراج؟ هذا لسنجل اكسس وعندي J trajectory Q initial Q final. okay. هذا هون طبعا مش شرط يكون ستة حسب انت ايش معطيه. حسب هو راح يفهم الدايمنشن تبعت QI. طبعا لازم الدايمنشن تبعت QI تكون نفس الدايمنشن تبعت QF. بيطلع معي هون اري، والاري راح تكون الدايمنشنز تبعتها هي لينث اوف تي مضروبه في دايمنشن تبعت كيو ار. هاي هي عباره عن جمعنا عدد من الثيتاز هون، ماني ثيتاز، هذه 1 ثيتا جمعناهم كلهم في انستركشن واحد. فالجي تراجكتوري بيعطيني هذا، وهذا هو بحل محل كل اللي عملناه بشوي انه نبني كوينتيك بولينوميال. ماشي، هاي واضحه؟